سيادنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناة مشاريع المغرب، قناة مختصة في البنيات التحتية والطرقية وجميع ما يتعلق بالبنيات التحتية المغربية. فاهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من قلب مدينة مانا، مدينة تتغير 180 درجة. اليوم غادي نعيش لحظات وأقوى لحظات بناء سوق نموذجي اللي هو هذا أمامكم متابعين الكرام. هاد السوق مشاهدينا الكرام باش كل شيء يفهم معنا ويفهموا ونعرفوا ماذا يجري في هاد الأماكن. حنا كنتواجدوا حاليا في السوق اللي كان هنا القديم، ها هو ما شاء الله اللي معروفة باسم أهل الحارت، وعشنا لحظات جميلة في شارع محمد الخامس، هو هذاك اللي كانوا صوبوه، باش نعرفكم في المكان فين غادي نتواجدوا حاليا. والسوق اللي كيتواجد غادي نتكلموا على السوق ونتكلم لكم على هذا الطريق ان شاء الله. وقدامنا ديور البوليس وقدامنا اتجاه حي المشروع هو هذا امامكم، وغنتكلموا على المشاريع التنمويه الطرقيه ان شاء الله فين كاين الشجر اللي غتكون واحد دوفوا رائعه واكثر جمال ان شاء الله مستقبلا. وغنتكلموا على هذه الاعمده الكهربائيه، وغادي نتكلموا ايضا على هذه الكابلات العاليه التوتر اللي كتجي وسط المدينه اللي كتشكل واحد خطر كبير، لان الوقت ديالها انتهى من بعد ما كانت تلعب لنا واحد الدور كبير في نقل التيار من مدينه الى مدينه. اذا غادي نرجعوا للسوق النموذجي اللي هو عباره مشاهدينا الكرام عن هونغار بيطون اللي خدامين عليه حاليا الاشغال، خدامين على البنيه التحتيه ديالو من بعد ما انتهوا القوادس ديالو ممرات الكهرباء الاناره، حاليا كيشتغلوا على الارضيه القاعده الاساس وكما كنقولوا الطابله ديالو. من بعد ما كيفرشوا له التفنه كيدوزوا المرحله الثانيه اللي هي مرحله الاساسات. لاحظوا معايا هذا السوق هذا غادي يتكون ان شاء الله وباذن الله ماشي من طبقه، ماشي من جوج طبقات، وانما كيتكون من ريتشوسي سامبل، يعني طابق ارضي عادي ما فيهش طبقات، اللي غيستافدوا منه هذوك البيعة والشرايه الخضاره والحواته، خصوصا هذه المنطقه هذه اللي كتعرف الناس اللي كتبيع الحوت الله يكون في العوان الله يعاونهم، ولكن راه من بعد ما كيمشيو كيخليو واحد الرائحه هنا كارهه خصوصا في هذه المنطقه كامله. اذا هنا عندنا واحد المكان ها هو هنا ديال الحوت، راه هو وفيه مكان رائحه شويه صعيبه بزاف مشاهدينا الكرام ما تقدرش تدوز منها، ولكن الحمد لله السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي السيد يعقوبي مشكور، وكذلك العماله والمقاطعه ورؤساء المقاطعات والقياد شفناهم مؤخرا دايرين حمله شرسه ضد ما كل ما هو عشوائي، فشكرا لهم. وبغيت نشكر بالاخص ايضا واحد المؤسسه مهمه في تسيير تمارا ايمناجمو على راس السيده نوال، كنشكرها بحكم انني تواصلت معها في واحد الحوار كنشكرها بزاف، شكرا السيده ناول. حاليا ها هما دابا كيركبوا الاعمده والخدمه، خدامين حاليا مشاهدينا الكرام كما كنخليكم تشوفوا في الصوره الاشغال في هذا السوق النموذجي اللي غتكون فيه ان شاء الله الخضار والفواكه والدجاج والسمك الحوت باذن الله. اذا هذه هي المساحه، ومن بعد غادي نتكلموا ان شاء الله كاين مشاريع مستقبليه في هذا الشارع ان شاء الله اللي غادي يكون منه واحد دوفوا غادي يخرج منه واحد الشارع، لكن كاينه اخبار اخرى ما غنهضرش عليها لانه كاين ملاعب ديال القرب من النوع الجيد وكاين ملعب باسكيت وكاين واحد الباركينغ هنا ايضا، ولكن ما غنتكلموش عليها ما نسبقوش الاحداث. مشاريع تنمويه قادمه وغادي نوريكم لي بلون ان شاء الله ريتما نتاكدوا من بعض النقاط. بغيت نقول واحد الشكر ديال الساكنه للسيده قائده، كنتمنى توصلوا لها هذا الشكر هذا من طرف الساكنه ديال هذه المنطقه ومن طرف قناه مشاريع المغرب على راسهم الاخ سيمو صاحب القناه القائده السعديه، تبارك الله، وكنتمنوا لها ان شاء الله تطلع كراد باشا وعلاش لا الناس اللي كتخدم، فكنحيوها وكنشكروها وكنشكر كل من يساهم في تقدم وازدهار المملكه المغربيه. اذا مشاهدينا الكرام اجيو نهبطوا لتحت ونشوفوا اخر الاخبار والمستجدات ونشوفوا الامور كيف ما كتمشي. هنا كاين السوق النموذجي ها هو كيتبنى باش نحطكم في الصوره،
مشاريع تنمويه قادمه في شارع محمد الخامس. دابا هذا راه شارع محمد الخامس اللي كنتواجدوا فيه هو هذا، هو امامكم ديور البوليس هو هذا، والاسلاك الكابلات اللي كتنقل لنا الكهرباء عاليه التوتر ها هي امامكم، ها هي فوق مني، الله يستر والله يحفظ. داكشي راه مضبوط، ولكن ان شاء الله ملي غادي تكون الاشغال هنا غادي نزولوا لكم هاد ان شاء الله هاد الكابلات عاليه التوتر اللي كتنقل الكابلات كتنقل الكهرباء من مدينه الى مدينه. هنا ان شاء الله فين واقف بالضبط المشروع ديال الترام بحول الله، غير باش تفهموا معايا وباش كنعطيكم داكشي مضبوط. بالنسبه للمشروع ديال الترام حاليا المرحله ديال الدراسات الثانيه، هذه المرحله ديال الدراسه الثانيه هي النهائيه، ملي غادي تخرج راه غادي نقولها لكم. هذه المرحله لالين ديال الترام معتمدين عليها هنا، خدامين عليها هنا، وغادي نمشي ان شاء الله جيت المحكمه في الفيديوهات المقبله وغادي نوريكم منين غيدوز، حيت كاين المحافظه العقاريه وكاين المحكمه هنا اللي هي في طريق السيار. غادي نوريكم واش قدامه ولا من موراه، وغادي نوريكم المسار ديالو من هنا. الدراسات هذه شنو الدور ديالها؟ الدراسات الدور ديالها كتلعب على جميع الاحتمالات، هاد الترام غندوزو من هاد الشارع، علاش ما غندوزوش من هنا؟ الا دوزنا من هنا شنو هما لي ريسك، شنو هما الايجابيات، شنو هما السلبيات، فين كاين لابونتياج لومبوتياج، فين كاين الضغط، فين كاينين السكان بزاف، خصنا نوقفو هنا، خصنا ما نوقفوش هنا، الا طرانا مشكل شنو غيوقع؟ تيقرا وجه هذيك الدراسه تتقرا جميع الاحتمالات، يعني راه خدامين عليه حاليا وغادي تحط ان شاء الله بدايه 2024 ان شاء الله غادي تبدا الاشغال. مشاهدينا الكرام حاليا شنو كاين؟ كاينين دابا حاليا، ولكن معنا كنقولها ونعاود ماشي سير، عندنا هنا الطريق ديال اللي غتجي ديال شارع محمد الخامس و الترام، وعندنا هنا ملعب قرب، وعندنا هنا ملعب قرب ان شاء الله، عندنا هنا ملعب ايضا ديال كرة السلة هنا ايضا، وعندنا ملعب المجموع عندنا 7 ديال الملاعب ما بين كرة السلة وكرة القدم. ومن بعد زعما الصراحة المخزن الصراحة السلطات تلعب واحد الدور كبير، لان بغينا نعرفوا واش تمارا مدينة حضارية ولا قروية. صراحة الا بغينا نزيدوا القدام وننظموا كأس العالم وننتميو لسانك جي، دابا راه عالم سانك جي، الناس راه خدامة في سيس جي، الناس خدامة في الفضاء، الناس خدامة في العلم، التكنولوجيا، الأقطاب، الطاقة، الهيدروجين، وحنا مازال الزبل والكواغط. والله سيدي لا المخزن زين وحق الله العظيم قسما بالله، وأنا كنتكلم بتلقائية، كيبغيو لينا الخير قسما بالله، إلا السلطات تتبغي لينا الخير والمخزن باغي لينا الخير والمسؤولين باغيين لينا الخير، حنا بعض الناس فينا هنا كيجروا للوراء اللور، ما تيبغوناش نزيدو نتقدمو. شوفوا هانت زبالة 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 الكرارس، هانت هادشي خصو يتحيد، هادشي خصنا نطورو. عندك اخويا ولا اختي هادشي طور، دير خدم اجتهد، عندك بيكالا اجتهد دير موتور وزيد، بركة علينا من هاد الحياة كلها الغبرة والوسخ. هانشوف الساكنة مساكن هنا قسما بالله، إلا دزت من تما وبلاصة الحوت فهاد البلاصة هادي والله ما قدرت ندوز، غتخنق النيش ديالي غتخنق. ها هو دابا مول الحوت مشاو وبقات الريحه خنزه 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 خنزه، علاش اخويا ما نجوش ونتنظموا الدوله تنظمنا ونعيشوا حياه سعيده، وتصاوب لينا هيا نصاوب لينا واحد المكان مخصص فيه داكشي السقا وفيه داكشي النظافه وفيه النيتواياج وفيه الماء وفيه الطواليت فيه المراحل فيه الريحه فيه ساني كروا، ولما كنساليو الحوت ديالنا كنغسلو حنا حيدينا ونغسلو حوايج نبدلو حوايجنا وتجي النظافه يغسلو داكشي بالتيو والسوق نقي وخنزنا يبقى مدرك ومخبي ويمشي للمجاري الواد الحار وداكشي زويون. علاش عزيز علينا حنا نعيشو في الفوضى ونبداو نعكسو ونديرو العصا في الرويضه؟ خوتي ما قديتش نكمل، السلام عليكم، ما تنساوناش من لايك، الى اللقاء يا اصدقاء.